كيف نميت هذه المهارة؟ والله هو الكمبيوتر دلوقتي أصبح مهم جدا. برنامج الكمبيوتر بيوفر الخبرة العملية للطفل مبكرا، بيزود مهارته في اللعب وطريقة اللعب. كذلك المواقع المجانية بتوفر له الاحتكاك العالمي مع لاعبين مختلف أنحاء العالم. نعم. فدلوقتي احنا ممكن نلاقي طفل عنده خبرة يعني من الاحتكاك عن طريق مواقع الشطرنج، ومن خلال الكمبيوتر عنده مهارة عملية، بحيث ان احنا هو بس بنشرح له احنا الافكار بتاعة اللعبة والافتتاحيات، وبيركز على تنمية المهارة التكتيكية عنده. وهو لو عنده موهبة قدرة على التخيل وقدرة على الحسابات، فبالتأكيد الطفل ده هيتحول لبطل مبكر، ويبقى قادر على منافسة الكبار وهزيمتهم، وبيكسر جميع الحواجز يعني الخاصة بهذه اللعبة. وده اللي حصل مع عبد الرحمن، ان هو في خلال شهور بسيطة قدر يبتدي الأول في بداية خاص في شهر فبراير الماضي، قدر يفوز ببطولة اللي هي في سنه الجمهورية تحت 10 سنوات في الرابيد والكلاسيك والبليدز. بعدها في شهر 6 اللي فات قدر يفوز ببطولة الصيد الدولية، ودي للكبار يعني. طيب. تقييم 2000.